لوسيان كلوتيلدا وزملائها تشارك هذا الصباح في درس خاص جدا تحت عنوان إنقاذ الطبيعة والبيئة اليوم، غرس الأساسيات والممارسات لدى الأطفال لصالح الطبيعة هو الهدف الذي حددته السلطات الكاميرونية كحل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ. ينغمس الطلاب في تقلبات الواقع المناخي بينما يتطرقون إلى أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة. أحب أن أصبح سفيرة البيئة في المستقبل. من واجبنا كأطفال حماية البيئة. غرس الأشجار مهم جدا لأنه بدون أشجار لا نستطيع التنفس. تعد إفريقيا أكثر القارات تأثرا وضررا بسبب آثار تغيرات المناخ، وهذا وفقا لآخر تقرير للأمم المتحدة حول تلوث البيئة في القارة السمراء. نريد تدريب هؤلاء الأطفال ليصبحوا سفراء بيئيين بكل بساطة، لأنهم المستقبل، وعلى الرغم من الجهود المبذولة دوليا فمن الضروري أن نتمكن من اتخاذ إجراءات ملموسة على مستوانا، ولهذا السبب نحن هنا حتى يعرف هؤلاء الأطفال كيفية الاستمرار في الحفاظ على البيئة التي هي موطننا. تقدر الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيرات المناخ في إفريقيا بما يتراوح بين 290 و 440 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2020 و 2030 وفقاً للمركز الإفريقي لسياسة المناخ واللجنة الاقتصادية لإفريقيا. لا تبدو الصورة بالنسبة لنشاط تعدين الفحم في إفريقيا أفضل بكثير في عام 2023، حيث لا يزال التراجع مستمرا في استهلاك الفحم في جنوب إفريقيا أكبر دولة مصدرة للفحم. فبعدما كان الهدف توصيل 60 مليون طن من الفحم إلى محطة خليج ريتشاردز، أدى نقص القاطرات والانحرافات عن المسار والسرقة والتخريب على مستوى خطوط السكك الحديدية أدى إلى انخفاضها إلى 47 مليون طن فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 عاما. ترانس نت غير قادر على الحصول على المواد الأولية كما تعلمون للولوج إلى سوق التصدير، وكان له تأثير كبير جدا على صادراتنا إلى أوروبا وآسيا وأجزاء أخرى من العالم، وهو يؤثر سلبا على اقتصادنا. ارتفاع أسعار الفحم في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا كان له وقع إيجابي على هذه الصناعة، لكن انخفاض الأحجام لمدة 6 سنوات متتالية وتباطؤ الطلب الأوروبي أبقت عمال مناجم الفحم تحت الضغط، ومع نمو المخزونات أصبح القلق أكبر على الوظائف. التقليص في الوظائف بدأ حقا للأسف. في بعض الحالات قاموا بالفعل بتأخير المشاريع الجديدة التي كان من الممكن أن تنجز بسبب نقص الثقة. أكيد عندما يكون لديك مجال واسع في المنجم من المفترض أن تستخرج منه 3 أو 4 مليون طن، فيما تتراوح قدرة التصدير 2%، فإنك تضطر إلى غلق بعض أو كل الأقسام. وضعت الحكومة مشروعاً جريئاً عبارة عن خارطة طريق للوجستيات الشحن بهدف إصلاح شبكة السكك الحديدية خلال 18 شهراً القادمة مع مساعدة القطاع الخاص. عليهم أن يتدخلوا فعلياً، فبعض الاستثمارات المهمة هي تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية وليس الانتظار حتى تنهار وضمان وجود الأمان فيها. لقد تحصلت حقا تراسنت على ضمان حكومي بقيمة 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أيضا أن تفتتح الشركة الحديدية المملوكة للدولة أبوابها للقطاع الخاص أفريل المقبل، مما سيشجع المنافسة وتحسين أوجه القصور في السكك الحديدية. لم تثنها الانقطاعات في شبكة الكهرباء عن الوفاء بمواعيد زبائنها، إذ تعتمد توماس على المولد الكهربائي لمباشرة عملها في تصميم الأزياء. مولد كهربائي يكلفها مبالغ مالية باهظة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه نيجيريا في مجال إنتاج الكهرباء. نحن بحاجة للطاقة للعمل وأحيانا لا نحصل عليها، لذا يتعين علينا استخدام المولد الكهربائي، ولتشغيله نحن بحاجة للوقود، ونعلم جميعا مدى ارتفاع سعره.
تنتج نيجيريا 4000 ميجاوات من الكهرباء يوميا، غير أنها تحتاج لأكثر من 30000 ميجاوات، ما يجعلها في حاجة ماسة لاستثمارات ضخمة في مجال الطاقة. عندما يكون لديك استثمار ضعيف لا يمكنك إحراز تقدم كبير. محطات التوليد موجودة، لكن يجب دفع أجور الموظفين، كما يجب صيانة المعدات لمواجهة التحديات. وللقضاء على مشكل انقطاع الكهرباء، مشاريع واعدة لإنشاء محطات الطاقة وخطوط نقل جديدة لرفع طاقة توليد الكهرباء إلى 20000 ميجاوات بحلول العام المقبل، من أجل تجاوز التحديات العصيبة التي تواجهها نيجيريا في الوقت الراهن. قرر برودونسيو ممارسة الفن والتفوق من خلال عدة وسائل، وقد أتاحت له مسيرته الفنية وخبراته المكتسبة خلال أكثر من 13 عاما ومشاركة رؤيته الإيجابية للتقاليد الإفريقية القديمة. وفي إطار جولته الفنية نظم معرضا حول موضوع السلام والتنمية، ومن بين أعمال الفنان التشكيلي التمثال المسمى الملكة الأم تكريما للمرأة الإفريقية. هو تمثال يتحدث عن الملكة الأم وابنها. هذه هي القيمة التي نعطيها للمرأة الإفريقية. المرأة هي صاحبة الأسرار العظيمة. لم يكتفي الفنان التشكيلي برودونسيو بإنشاء منحوتات حسب، بل يهتم أيضا بمواضيع فلسفية مرتبطة بالحياة الاجتماعية والثقافية الإفريقية. هذا ورسم لوحات تجريدية بمواد محلية تقليدية مكونة من البلاستيك والخشب واللؤلؤ. هذه الأعمال الفنية تغمر الزوار بالثقافة البنينية. إنه لشرف عظيم لي أن أقدم الدعم، لأنني أحب الفن الذي يتحدث عن التاريخ. للإشارة، الفنان التشكيلي والنحات برودونسيو يهدف إلى تعزيز الثقافة الإفريقية وتقاليدها.